زميلتنا فابيولا بدوي الصحفيه في باريس. فابيولا، يعني المشهد من فرنسا من عندك ايه؟ يعني المشهد من عندك ايه؟ هل يعني اقتطعت مثلا تصريحات ماكرون؟ هل فكره المقاطعه مزعجه جدا بالنسبه للفرنسيين؟ اشرحي لي المشهد من عندك. مساء الخير. اولا مسألة اقتطعت طبعا يعني من سياقها كلمات ماكرون تم بالفعل. كما ذكرت هناك توظيف سياسي، نعم هناك توظيف سياسي. هناك دول تريد أن تكون الرابحة في هذا السجال وأن تحدث انقسام في المجتمع الفرنسي وفي المجتمعات الأوروبية، نعم هذا صحيح. يعني حتى الصورة تصل مغلوطة، بدليل أن اليوم الرموز الموجودة المسؤولة عن الجالية المسلمة التي تستهجن وتستنكر وكلنا معها أي إساءة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها تعلم تماما ماذا يعني قطع رقبة في وضح النهار لمدرس بالقرب من مدرسته. يعني نحن نتحدث عن حادث مفجع، عن حادث إرهابي لا يمكن تعميمه، نعم، على المسلمين، ولكنها حادث إرهابي. هناك خلط حينما يقول البعض أن طالب قام بالدفاع. هذا ليس طالبا، هذا شاب جاء في 16 من عمره مع عائلته من الشيشان بطلب لجوء. فرنسا منحتهم اللجوء فقط في مارس الماضي، أخذ أوراق إقامته في سن 18، لا علاقة له بالمدرسة، حتى أنه ورط طلبة تم التحقيق مع صغار 14 و15 سنة، لأنه كان يذهب إلى المدرسة ويحاول أو حاول الحديث معهم. فقد سمعت من وسائل التواصل عن مدرس فعل هذا، ما هو شكله، ما هو، والطلبة بحسن نية قاموا ودلوه، وبالتالي تم اقتيادهم والتحقيق معهم لأنهم أرشدوا على هذا المدرس. لم يكونوا يعلموا أن شاب صغير مثلهم سيقوم بذبحه. هناك منظمة تدعى أنصار الشيشان أعلنت مسؤوليتها. نحن أمام حادث إرهابي بالكامل. طيب، لكن ألا يعني تصريحات مرفوضة، ولكن هناك وسائل عديدة جدا نعبر بها عن رفضنا لمثل هذا. طيب، ولكن أيضا من واقع الدين الإسلامي، تسامح الدين الإسلامي، قيم الدين الإسلامي، نحن لا نقوم بقطع الرقبة حينما توجه الإساءة. ده صحيح، لكن أنا هنا بتكلم على ما بعد ذلك، على تصريحات ماكرون التي أثارت العالم الإسلامي. نعم. ولو مديت الخط نيجي لتصريحات أردوغان الذي يغازل البسطاء ويغازل، عايز يركب الموجة ويبقى زعيم العالم الإسلامي ويغازل. نعم. البسطاء ويقول لهم أيوة ويعلي، لأنه طبعا هو على خلاف سياسي مع ماكرون. وقالت وصرحت الخارجية، دعت الدول العربية والإسلامية وشعوبها عدم الانسياق إلى مثل هذه الدعوات، ليس لأنها ستؤثر على الاقتصاد الفرنسي، ولكن لأنها ستصب في صالح التشدد والإرهاب. طيب، وهنا كان المقصود هي أردوغان ودعواته. بداية ماكرون حينما قال بالنص أننا لن نتنازل عن الرسوم الساخرة وعن الموسيقى وعن الأدب وسنعلم تاريخنا وثقافتنا، لم يقل لن نتنازل عن الرسوم الساخرة المسيئة إلى الرسول. هو يتحدث عن الفن نفسه، بدليل أن الجملة كان من ورائها الأدب والموسيقى وثقافتنا وتاريخنا. البعض زايد وعلى رأسهم الرئيس أردوغان أنه يصر على نشر الرسوم. هو لم يقل هذا طبعا، هو قال هذا فن موجود في فرنسا، قال لن نتنازل عنه ولن نتنازل. طيب، عن الموسيقى وعن الأدب وعن الثقافة وعن التاريخ. هنا احنا بنتكلم على الخلاف السياسي الأصلي بين فرنسا وتركيا فيما يخص شرق. نعم. المتوسط، لأن فرنسا. نعم. هي الدولة الوحيدة التي وقفت أمام أردوغان، والتي وقفت الدولة الأوروبية يعني ب ب ب ب يعني بنص صريح. فرنسا كانت صريحة وواضحة، وتصريحات ماكرون كانت يعني فاصلة
فيما يخص تركيا وتدخلها في ليبيا، وفيما يخص تركيا وتدخلها في شرق المتوسط. ليس شرق المتوسط، هذا يعني هذا مؤخرا، وموقف فرنسا صارم في هذا الموضوع، ويخص الاتحاد الأوروبي على موقف واضح وحاسم، ولن يتنازل عن هذا، لن تتنازل عن هذا فرنسا. ولكن قبلها فرنسا وقفت ضد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، فرنسا ضد تدخل تركيا في الملف الليبي، فرنسا ضد تدخل تركيا في سوريا، فرنسا تعتبر أن تركيا هي راعية الإرهاب في الشرق الأوسط، وبالتالي هناك يعني حساسيات سياسية ما بين الرئيس ماكرون والرئيس أردوغان، هو يتوجها الآن، يتصور أنه يمكن أن يعني يقفز على المواقف، ولكن في النهاية يعني دعينا نقول نقطة واحدة، ماذا يريد أردوغان؟ يريد خراب المنطقة بالكامل، لأنه حينما تصرح فرنسا للمرة الأولى، يعني لم تفعلها في حادث مسرح الباتاكلون، الحادث الذي أودى إلى أكثر من 200 قتيل، لم تقلها، قالت أن كل من هم على فيش أس سوف يعودون إلى بلادهم حتى لو يحملون الجنسية الفرنسية. فيش أس يعني هم أخطر من هم تحت عين أجهزة الأمن أو في السجون. فهذا يعني أنه يريد تصدير ما يقرب فورا من 230 إرهابي إلى البلاد العربية. هو يصعد المواقف حتى يؤدي، يعني هو يريد خراب هذه المنطقة، يريد للإرهابي أن يعود إلى المنطقة، يريد للشخص الخطر أن يعود إلى بلاده كي يفجرها من الداخل. هذا ما يريده الرئيس التركي، وهذا يعيه تماما الرئيس ماكرون، بدليل أنه دعا الدول العربية إلى عدم المقاطعة، ودعا الشعوب إلى عدم الانصياع إلى الدعوات الإرهابية التي تصب في صالح الجماعات المتشددة. أشكرك فابيولا بدوي، الكاتبة زميلتنا الكاتبة الصحفية من باريس.